من ضمن الفيتشر اللي وصلنا لها أثناء كلامنا عن الأجر فايرول هي الـ TLS. خلينا نستعرض مع بعض يعني إيه أصلاً TLS، Transport Layer Security. علشان نفهم مع بعض إيه هي وبتقدم لي إيه، إحنا لازم نقف كده دقايق معدودة علشان نفهم كلنا مع بعض. أنا هنا عندي الفايرول بتاعي، واللي هيبقى من ضمن الكلاود الخاصة بي أو السحابة الخاصة بي، وعندي هنا سورس أيا كان نوع، وعندي ديستنيشن أيا كان نوع برضو، وعلشان نفهم خلينا نشوف هي الداتا او الترافيك بيروح من السورس للديستنيشن في الوضع الطبيعي بدون الـ TLS. انا لو عندي ترافيك جاي من السورس رايح للديستنيشن، فمن المفترض ان هو هيعدي على الفايروول بتاعي. الفايروول بتاعي هيقوم بعملية فلتر للترافيك ده وكشف هل في رول او بوليسي بتقول ان الترافيك اللي جاي من السورس ده يعدي او ما يعديش او يعمل له ريدايركت او ما شابه. وبعد كده او اثناء كده برضو هو هيشيك على موثوقيه البيانات دي، بمعنى هيبص على السيرتيفيكت، هيبص على الفول كواليفايد دومين نيم اللي هو موثوق بالنسبه لي او في خطر او تهديد جاي من خلاله. بعد ما يقوم بالعمليات ديت هيروح واخد الترافيك موديه للديستنيشن بطريقه طبيعيه جدا، طالما ان مفيش ما يمنع مرور البيانات ديت. وبنفس الشيء لو الداتا او الترافيك جاي من الديستنيشن اللي هو ده رايح الاتجاه الثاني، فهو برضو مطالب بانه يقف يتحلل على او عند الفايرول ويطبق عليه الكلام اللي احنا قلناه ده، الرول، البوليسي، الفول كواليفايد دومين نيم، البورت، الالاو، الديناي، الريدايركت، الحاجات دي كلها. وبعد كده لما يلقى او يكتشف انه مفيش اي شيء يمنع مروره هيبدا يطلعه للسورس اللي هو او للديستنيشن بقى، يعني هيحل، هنعمل تبادل ادوار زي ما احنا عارفين. ده الوضع الطبيعي في عدم وجود أو في عدم تفعيل خاصية الـ TLS. وعلشان نحقق البيئة الأمنة ديت اللي احنا بنتكلم عليها، لازم طبعا وأكيد كلنا فاهمين إن البيانات اللي جاية من السورس أو الديستنيشن والعكس بتكون في النهاية بيانات مشفرة. ده الوضع الطبيعي جدا اللي من خلاله بقدر أتحقق من الترافيك لما يجيني من السورس والديستنيشن والعكس صحيح. الكلام ده في ظل عدم وجود الـ TLS. طيب اثناء بقى تفعيل الـ TLS، ولو انا بستخدم فايرول من نوع بريميوم وفعلت الفيتشر اللي اسمها الترانسبورت لاير سكيورتي، هو ايه اللي بيتم؟ قال اللي بيتم كالاتي: برضو عندي بيانات من السورس رايحة للديستنيشن، فهتضطر تقف عند الفايرول يعمل لها عملية الفلترة والفحص والتدقيق، ويعمل شيء مهم جدا جدا جدا. بما ان الترافيك او البيانات دي جاياني مشفرة زي ما قلنا، فانا لازم افك تشفيرها، بمعنى ان كل الداتا وكل الترافيك هو جاياني مشفر، اتحققت من امانه ومن الشهادة الامان اللي جاي منها، تحققت من الدومين اللي جاي منه هل هو امن او لا، تحققت من انه الوجهة وجهة صحيحة والبورت مفتوح والرول ما بيمنعش. بقول له طب لو سمحت بقى نزلني كل محتويات الداتا اللي انت جاي بيها علشان اعمل لها ديكريبت او اعمل لها فك التشفير. فهنا اثناء مرورها من خلال الفايرول هو بيضيف عليها طبقة أمان إضافية من خلال إن هو بيفك تشفيرها
وبيفحص ما بداخل البيانات أو ما بداخل الباكت اللي جاية فعليا رايحة للديستنيشن. الكلام ده ما كانش بيحصل في الفايروول من نوع ستاندر، ولكن في الفايروول من نوع بريميوم هو ده اللي بيحصل حرفيا. بعد ما يفك تشفير البيانات ويفحص البيانات نفسها ويتأكد من موثوقيتها، هو بيعيد تشفيرها تاني من خلاله وإرسالها للديستنيشن برضو مشفرة وبشهادة أمان منه هو، بتقول إن البيانات دي جايالك من سين من الناس آمنة تماما، وجهة مظبوطة، شهادة مظبوطة، محتويات بيانات مظبوطة، وآدي شهادة مني أنا تفيد بالكلام ده. فبعد كده الديستنيشن هتاخدها تتعامل معاها بقى طبيعي جدا. احنا فهمنا ان TLS طبقة امان بيتم من خلالها فك تشفير البيانات اللي جاية وفحصها، ومن ثم اعادة تشفيرها مرة اخرى. خلي بالنا هنا ان المثال ده مش بس على الفايروول، المثال ده ممكن حضرتك تشيل كلمة فايروول وتحط storage account لو بتستخدم TLS، تحط AD Connect، تحط Application Gateway، تحط أي خدمة هي أصلاً بتتعامل بمفهوم الـ TLS. نتمنى نكون في الدقائق البسيطة ديت قدرنا نوضح مفهوم الـ TLS، وإنه لما يقابلنا بعد كده وإحنا شغالين قدام كده في أي شيء ممكن إضافة الـ TLS من خلاله أو تفعيل الـ TLS عليه، يبقى بالنسبة لنا المفهوم واضح وبسيط.